نائب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم لحضور حفل تخريج الفوج 11 من طلبة مدرسة AMA الدولية بحضور الدكتور أمابيل أجيليوس مبعوث رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور إبراهيم الدوسري الوكيل المساعد للمعلومات والمتابعة في ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء. وقد نقل سعادة وزير التربية والتعليم تهاني وتبريكات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم وتمنيات سموه لهم بدوام التوفيق والنجاح، مشيدا باهتمام سموه الكريم وعنايته الدائمة بالتعليم في مملكة البحرين باعتباره ركيزة أساسية للتنمية والازدهار، بما في ذلك تشجيع سموه حفظه الله للاستثمار في قطاع التعليم الخاص. وبيّن الوزير أن المسيرة التعليمية الوطنية قد خطت خطوات كبيرة بفضل دعم ومساندة قيادة بلدنا العزيز، إذ استطاعت الوزارة الارتقاء بمستوى خدماتها على صعيد التعليم الحكومي والخاص. من جانبه ألقى مبعوث رئيس جمهورية الفلبين كلمة رفع فيها أسماء آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفضله برعاية حفل تخريج هذا الفوج من طلبة المدرسة، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها المدرسة لتطوير مستوى خدماتها المتقدمة للطلبة. ونوه أجيلوس إلى التطور الكبير الذي تشهده المسيرة التعليمية البحرينية بفضل الدعم الذي تحظى به المدارس الخاصة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم. كما هنأ مملكة البحرين بمناسبة مرور 100 عام على بدء التعليم، ثم ألقى عدد من الخريجين كلمات عبروا فيها عن سعادتهم بلحظات التخرج التي تمثل تتويجا لما بذلوه من جهود كبيرة طيلة فترة دراستهم، منوهين برعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لحفل تخرجهم والذي يدل على الاهتمام بالشباب وإعدادهم للمستقبل. ثم تم توزيع شهادات التخرج على 150 طالبا وطالبة.